وإلى قضاء الطوز شرقي المحافظة، قام قسم التربية قضاء الطوز حفلا بمناسبة يوم المكتبة المدرسية على قاعة مكتبة المتنبي العامة، وبمشاركة 11,000 كتاب باختصاصات وعناوين متنوعة. وأكد القائمون على الحفل أنه يأتي ضمن خطوات توعية المجتمع بأهمية اقتناء الكتاب والقراءة. التفاصيل مع كروان زنجنة. بمناسبة يوم المكتبة المدارس، أقيمت معرضاً للكتب في مكتبة متنبي العام في طوس هرماتو، وتم افتتاحها وسط حضور رسمي. اليوم احتفالية بيوم المكتبات المدرسية برعاية قسم تربية طوس هرماتو في قاعة مكتبة المتنبي العامة في طوس هرماتو. تشرفنا بحضور المثقفين والأكاديميين في المكتبة، وكانت احتفالية جيدة جدا. عرضنا جميع الكتب الموجودة في المكتبة بكافة المجالات، نماذج، لأن هناك 11,000 كتاب موجود. فرسالتنا من هذه المنبر إلى الشباب وطبقات الأخرى في زيارة المكتبة لتثقيفهم ولتعزيز توعيتهم للوصول إلى مجتمع مثالي بعيد عن التطرف الفكري والطائفي والمذهبي والقومي. أكد الحضور بأن إقامة هكذا معارض تصب في تثقيف وتحسين المستوى العلمي والثقافي للطلبة. بهذا اليوم، يوم المكتبات في قاعة المكتبة المتنبي في قضاء طوس هرماتو، وهذه مبادرة جيدة من قبل الأستاذ رضا عدنان وأيضا أستاذ عباس المشرف التربوي، ونشكر جميع المساهمين في هذه المبادرة الجيدة. الكتاب هو خير الجليس للإنسان، فأي منطقة إذا لا يوجد فيه مكتبة معناها لا يوجد فيه علم ولا معرفة. فنحن نطلب من أولياء أمورنا أن يشجعون أبنائهم على الدخول أو الذهاب إلى المكتبات المدرسية والمكتبات، خاصة مكتبة المتنبي في قضاء طوس، وهذه المبادرة جيدة، فشكرا للجميع. قسم تربية طوس بالتنسيق مع أمانة مكتبة المتنبي في قضاء طوس بإقامة معرض الكتاب واحتفالية بهذه المناسبة العظيمة، ونحن بدورنا وبحضور جمع غفير من المثقفين ورؤساء الدوائر، ومن بدورنا كمعاونة مدير قسم تربية طوس، أتمنى من جميع المدارس بأن يحثوا الطلاب على المطالعة الخارجية وزيارة المكتبة العامة في قضاء طوس، والذي لديها يعني من الكتب القيمة. وأنا بدوري أتمنى لو أقرأ كل هذه الكتب لاحتوائها على معلومات جيدة ومعلومات قيمة، وإن الثقافة العامة بالنسبة للطالب مهمة أيضا كأهمية المواد الدراسية التي يقرأها الطالب في المدارس. يرى الكتاب والقراء بأن المطالعات العامة من أساسيات بناء مجتمع واعي ومتعلم، ومن هذا المنطق يطالبون الشباب والطلبة اهتمام بمجال قراءات الكتب والمطالعات العامة. لفضائل صلاح الدين، كاروان زنجنة، قضاء طوس هرماتو.